بكري النسوان كانوا يمدوا أهمية كبيرة في تزيين رسم بأنواع مختلفة على الشاشيات والجواهر والمحرمات، ومن أروع هذه الأكسسوارات القديمة على العرس كانت الصالمة الزيرية هي العجيبة فيهم. الصالمة الزيرية تعرفت على خطر كان طولها مدهش يلحق خطرات حتى المترة ارتفاع. في القرن 15 تقريبا كانت غير المرأة اليهودية اللي تلبس الصالمة في العاصمة، ومن بعد ولات المسلمة تحبها. وصول الصالمة قدم بزاف وصعيب باش نحددوا منين جات بالذات. كاين اللي يقولوا بلي جات من الشرق الأوسط، وين ننسى الحضارة الميزوبوطامية كانوا ديجا يلبسوها 2000 سنة قبل الميلاد، ونلقاوها كانا في العصور الوسطى في مصر أوروبا وعند زوجات الملوك. كاين مختصين واحد أخرين يقولوا بلي الصالمة جات عندنا مع اليهود اللي رحلوا العاصمة الزيرية بعد سقوط الأندلس، وهما اللي جابوها معاهم. وهذه الصالمة تبدلت بزاف مع مرور القرون، خاصة في شكلها وطولها. في الأول كانت غير لوحة صغيرة تاع الفضة والنحاس ومنقوشة بأشكال متنوعة، من بعد ولا طولها غير يزيد على خاطر نساء الطبقة الغنية عجبتهم هذه الصالمة، ولاو يستعملوها باش يوريو ثروتهم. إما لا ولاو يخدموها بالذهب ويزينوها بالمجوهرات، وزادوا غير فيها حتى لحقت متر طول وتقالت بزاف. إما لا حبسوا يخدموها في لوحات منقوشة، ولاو يستعملوا خيوط الذهب والفضة باش يخفوا شوية من وزنها. على بها لو كان نحوسوا على أصل الكلمة صارمة، معناها سلك معدني للطرز باللغة اليونانية والتركية. وحتى في تونس كانا الصالمة كان الاسم اللي مدوه للخيوط تاع الفضة. الصالمة كانت تلبسها غير المرأة المتزوجة وتعلق فيها محرمة، وهاد المحرمة كانت ملونة عند المسلمة وكحلة عند اليهودية. وباش تشد مليح الصالمة كانوا يربطوها تحت الدقن. أغلى صالمة في تاريخ الجزائر كانت الصالمة تاع زوجة الحسن باشا، يقولوا بلي جابها لها بايق سنطينة كهدية، وكانت مزينة غير بالديامو. الصالمة كانت تلبس هكذا حتى نهاية القرن 19، وين حبسوا بالعقل بالعقل يلبسوها النساء حتى اختفت تماما من اللبس التقليدي الجزائري. ومن نحكي على زمان هادو هما التحايف اللي خلوا زين كل مرام خالف.